تشتكي من ايه؟ اسالك سؤال واحد بس. دولة لها برلمان ولها مؤسسات عسكرية ومؤسسات امنية خارجية وداخلية ولها 20 وزارة، حالها يبقى بالوضع دوت وبالشكل ده ازاي؟ بالله عليه، قبل ما يحصل انتخابات لرئيس الجمهورية كان عندنا سكر يكفينا وكان عندنا رز وكنا بنصدره، ايه اللي حصل؟ راح فين وجه منين؟ عايزين نفهم. نتفرج على التلفزيون نلاقي مصر فينا، ننزل في الشارع نلاقيها بنت عم الصومال. بالله عليك قول لي ايه اللي حصل وايه الحل؟ الناس اللي فوق اللي رايحين يحتفلوا، لا مؤاخذة رايحين يحتفلوا جايبين 38 وفد يصرفوا عليهم 25 مليون جنيه والمواطن الفقير مش لاقي كيلو الرز في الشارع، هل ده يرضي ربنا؟ ده ربنا يوم الايام هيجيب الناس يقول اين ملوك الارض وحكامها؟ لمن الملك اليوم؟ عشان الناس اللي مش لاقية والناس التعبانة وطالعين في التلفزيون مصر بتنهض، مصر بتروح ومصر بتيجي، وعمالك نرمي الفلوس في مشاريع قومية ملهاش لازمة، واحنا التعليم عندنا متدني لأسفل لأسفل مما تتخيل. ازاي يبقى عندي لا مؤاخذة بني ادم مش متعلم؟ خريج ايه؟ انا خريج تكتب، سيبني بس اكمل. ازاي يبقى عندي لا مؤاخذة بني ادم مش متعلم وجعان وصحته تعبانة واديله اعمل له مشاريع قومية زي دي هيدخلني بيها في الحيطة؟ اول هام تلات حاجات عشان البلد تنهض: تعليم وصحة وزراعة. البلد دي لو المواطن لقي التلات حاجات دول اقسم لك بالله ما يقدر عليه غير ربنا. احنا من 100 سنة بس اليابان جت تدرس النهضة المصرية، حرام مصر يتعمل فيها كده، حرام مصر يتعمل فيها كده. بالله عليك دي مصر، دي مصر، دي مصر يا جدعان اللي كانت مسلفة بريطانيا تاني دولة في العالم، عملت خط سكة حديد، يبقى حالها كده؟ مصر اللي كان الاحتياطي النقدي بتاعها اخد اكبر احتياطي نقدي في العالم يوصل الحال بيها كده؟ مصر اللي كان تحت امرتها تشاد والسودان والسعودية حبة دول من الخليج بيضحكوا علينا وبيتريقوا علينا بيقولوا احنا بصوا الادوار، ما بصوا لادوارنا ضد مصر، وبصوا احنا بنديكم وبنعملكم اللي كان تشريفا لينا من 70 سنة. كسوة الكعبة بتطلع من مصر، هل ده يليق بمصر؟ هل ده يليق بمكانة مصر؟ مفيش حد قلبه على مصر ولا بيحب مصر يقول لا، حرام ما يرضيش ربنا شوية تجار تحكوا على الناس بحجة الوطنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وعهودهم بعيدة كل البعد عن الديمقراطية والعدالة، حرام ده ما يرضيش ربنا، والله ما يرضي ربنا. بس أرجو منك، أرجو منك، أنا هطلب منك كلمة واحدة بالله عليك، ما تقطع حرف من اللي أنا بقوله. هزعلك كل كلمة قلتها.